تخيل تويوتا، تويوتا يعني معظم الناس اللي انا بشوفها هنا تمام بيشتغل معظمها تويوتا تمام. ده هتستثمر يعني تخيل دي ميزانيات دول، يعني عارف انت تخيل 70 مليار دولار في استثمارات في سيارة، هتصنع 30 موديل 30 طراز، يعني انت تويوتا يارس وكامري ولاند كروزر وتويوتا مش عارف مين ومين، معظم الحاجات دي اصلا هتبقى كلها كهرباء. الفكرة كلها اللي معطل بعض الناس، كل الناس بتشتغل على موضوع التطوير في البطاريات، هي مشكلتنا الكبرى البطاريات تمام. فهو كل شويه اهو زياده مصانع البطاريات واضافه طرازات من المركبات الكهربائيه الهجينه وكذلك المركبات. هو طبعا دلوقتي في مركبات بتشتغل بالهيدروجين، برضه موضوع الهيدروجين ده من المواضيع المهمه جدا في العالم كله تمام. هي عايزه في 2030 هتبيع 3.5 مليون مركبه كهربائيه، تخيل حجم الاستثمارات 70 مليار دولار. ده تويوتا. فولكس واجن هتستثمر 41 مليار، مرسيدس بنز 47 مليار، بي ام دبليو 35 مليار، جي ام تمام، جنرال موتورز 35 مليار، يعني فورد 30 مليار، زي نيسان ليف اللي انا بحكي عليها النهارده دي، 18 مليار دولار استثمارات في السيارات الكهربائيه بس، رينو الفرنسيه